للآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. فاطمة خليل والتفاصيل. فاطمة، شكرا ساحة الناجي، شكرا لمحمد عبد الله، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية. أضاف الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت أمس الخميس في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صوتية قدرها نحو 3,800,000 طن. وشدد رئيس هيئة قناة السويس على قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد ومجالات العمل المرتبطة بتنظيم وتسيير حركة الملاحة بالقناة. وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 4,200,000 طن. سلم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية، والتي ستبدأ تقديم خدمتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط. أكد الوزير أن شركة بنينسولا تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات السفن، وأن هذه هي الرخصة الثانية التي تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التي تم منحها لشركة مينيرفا العالمية. يأتي ذلك في إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، وتشير توقعات في الأسواق إلى احتمالية تنفيذ أوبك بلس لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين. أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.45% إلى $76.01 للبرميل، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.52% إلى $71.87، وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.39% لتصل إلى $2.37 للتر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل نحو $2.19 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية تقودها أسهم شركات التعدين والعقارات، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون لسقف الدين، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. صعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 5.1% مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز. صعد مؤشر العقارات الأوروبية أيضا بنسبة 1.9%، حيث وصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو. صعدت معظم الأسهم الإماراتية على خلفية التواصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي أدى لتجنب تخلف كارثي عن السداد وساهم في تحسن المعنويات في معظم فئات الأصول. صعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 6.1% مسجلا مكاسب للسادس يوم على التوالي بدعم من مكاسب قوية في القطاع المالي. ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي 4.1% بعد تراجع لجلستين متتاليتين.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ومحمد لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك يا فاطمة.